انا سعيده النهارده ان انا معاكم حبايبي طبعا، بس سامعه ان في من البلاد الحلوه بقى اليمن والعراق، سامعه ان في ناس من فلسطين مش كده؟ فانا برحب بيهم. بس يعني الاول كان كل المؤتمرات امتياز بتوعنا اولادنا، لكن انا برحب طبعا باللي موجودين من الدول الثانيه، اهلا وسهلا بيهم. ان شاء الرحمن النهارده المفروض اننا نتكلم على ثلاث مواضيع. يمكن مش عارفه احمد موجود اللي قال يتكلم، معلش احمد انا بعتذر، بس ان قالوا لي انهم اول مره يحضروا، فهنبتدي برضو بنفس الترتيب. فبس ان شاء الله مديني وقت للتوكسيكولوجي برضو حلو زي المره اللي فاتت، خلاص. فسامحني ان انا هبتدي في الاسك، خلاص. النهارده ان شاء الرحمن باذن الله هنتكلم عن الميديكال بروفيشن والاثكس، اداب المهنه. أداب المهنة عايزين نتكلم كده، مش صح وغلط، مفيش حاجة اسمها أبسولوت رايت وأبسولوت رونج، لا ده كده صح ما ينفعش، كده غلط ما ينفعش. سمعتوا عملية زراعة الأعضاء وزراعة الكورنيا وزراعة، هل ده صح ولا ده غلط؟ مفيش حاجة، يعني في حاجة اسمها سيركمستانسز برضو، هنبقى ماليبل في الشغل، وأنت كطبيب إزاي تبقى ماليبل. نبتدي الاول مع بعض نتكلم يعني ايه كلمه اثكس. بصوا انا النهارده انا شايفه ان دي مش اهم محاضره في حاجتي، يعني اهم محاضره في حاجتي ان دي اللي هتقول لك انت ماشي صح ولا ماشي غلط. احنا بنتوارث الغلط وبنفتكروا انه كده صح. يعني دلوقتي انتوا بتشوفوا اعلانات الدكاتره في التلفزيونات، بقت عادي خالص ان انا انزل اعلان في التلفزيون ورقم عيادتي، هل ده صح ولا ده غلط؟ بتشوف الناس بتعالج عن طريق الفيسبوك، ابعت لك واوديكي صوره واقول لك انا مش عارفه عندي، بصي جالي احمرار في ايدي، وانت بتتبرعي وتقومي رده، هل ده صح ولا ده غلط؟ انك تتعالجي عن طريق التلي كوميونيكيشن، وتعالجي عن طريق الفيسبوك، وتعالجي عن طريق التلفزيون. من امتى احنا كنا كاطباء بنعالج كده؟ للأسف بقت وراثة. فوجئت إن الأساتذة عاملة صفحات وبترد وبتعالج. طب هي في فرق بين إن أنا أمنع المرض أو أعالج المرض؟ أمنع إن أنا أدي معلومات عامة، لكن أنا أعالج. فإحنا توارثنا وما بقناش عارفين الصح من الغلط. فإحنا هفكرك إزاي تمشي بالرولز الطبية والرولز القانونية، ان ما حدش يجي يقول لك انت دلوقتي مدان قدام النقابه، انت دلوقتي مدان قدام النيابه، هيتحكم عليك في النيابه. طب انا عملت ايه؟ انا ما كنتش اعرف واجباتي. انت لازم تعرف واجباتك ولازم تعرف حقوقك. حقوقك يمكن في اساتذه افاضل في النقابه هيكلموك عن حقوقك وانت حقك ايه بالظبط. انا هكلمك العكس عن واجباتك قبل ما تقول انا ما كنتش اعرف ان ده من الواجب عليا، ان انا ما اكتبش علاج عن طريق الفيسبوك وبعد كده الست تاخد كريم وتحط الكريم على ايديها وترجع تقول لك ده حرق ايدي وجايه بمحاضر، جايه بمحضر ده حرق ايدي. طب هو كان شاف اساسا عالجك، تقول لك عالجني عن طريق الواتساب؟ لا، مفيش الكلام ده خالص. يعني ده احنا في تقدم علمي، بس في حاجات بنقف بنرجع نقول دي لا مش من اداب المهنه. متفقين مع بعض؟ هنتفق بقى من الاول كده كلمه اثكس يعني ايه. الاتيكيت اللي حضرتك هتتعامل بيه، الاتيكيت اللي حضرتك هتتعامل بيه مع زميلك، في اتيكيت مع اللي قاعد جنبك، في اتيكيت مع العيان، في اتيكيت مع المجتمع. يعني ايه؟ زي ما اتيكيت احنا بنعلمك وانت صغير، باباك ومامتك بيعلموك الاتيكيت، اداب الاكل، بتاكل ازاي، بتشرب ازاي. احنا دياناتنا كلها
ديانات سماويه معلمنا الاتيكيت. الاسكس دي ما خدناهاش من بره، ما خدناش رولز من امريكا ولا لا لا خالص، احنا من دياناتنا واحنا عارفين اتيكيت التعامل مع حتى الحيوان، بنتعامل مع الحيوان ازاي. ما بالك دلوقتي احنا هنتعامل مع مين؟ هرجع اقول بقى المريض العربي او المريض المصري، فقر مع مرض مع جهل. Can you imagine انت هتتعامل مع واحد فقر مع مرض مع جهل؟ فلازم معاملة خاصة للمريض المصري او المريض. بعض الدول العربية نفس نظام المصريين اللي هو الفقر والجهل والمرض، فيبقى لازم نتعامل بإتيكيت معاهم ونشوف هنديهم ايه وهناخد منهم ايه. طيب نبتدي الاول نقول ايه الاسكس او مكونات الاسكس اللي حضرتك هتتعامل بيها. مكونات الاسكس اربع حاجات، مش عارفه هتحرك شويه يا مصطفى، اربع حاجات. حاجه اسمها بنفيشنس، البنفيت المنفعه، ان حضرتك لازم تقدم منفعه. هو حضرتك دكتور ليه؟ طبيب ليه؟ عشان تعالج المرض، تريت ذا ديزيز اند نوت كيور ذا ديزيز. خلي بالك بقى من النقطه دي كويس، انت عليك الاداء والدواء وربنا عليه الشفاء. لازم تعرف الحته دي، مش انت اللي بتشفي. تبقى غلطان لو انت فاكر انت هتعمل كيور ذا ديزيز. انت عليك بتأدي واجبك وبتمشي زي ما الكتاب بيقول، الاخر ربنا عايزه يموت خلاص، ربنا عايزه يعيش خلاص، بس انت اتبعت الاساليب العلميه السليمه. فلازم تبقى عارف الحته دي، انت وظيفتك تو تريت اند نوت كيور، ما تتدخلش في الذات الالهي. فلازم تعلم عيانينك كده. العيان لما يجي لك دايما كل كلامك بامر الله هيحصل كده اما تاخد الدواء ده، بامر الله هيحصل كده، لكن ما تاكدش. الطبيب ما يقولش 100% هتخف، لا فيش عندنا 100%، فيش اي حاجه 100%، مش 100% لو عملت العمليه، لا انت بتقدم كل اللي عندك، بتشرح العمليه بالتفصيل مع العيان وبتقول له هيحصل 1 2 3 4 وان شاء الرحمن هيحصل باذن الله الشفاء بنسبه كذا، بس في نسبه 10% كومبليكيشن لازم تشرحها، لازم تقول المضاعفات بتاعه العمليه، ولازم يمضي عليها انه موافق ان في مضاعفات ممكن تحصل اثناء العمليه، مش انت الغلطان. فدي هنتكلم فيها قدام عشان ما يجيش برضو العيان يضحك عليك ويقول لك هتديني 100,000 جنيه ولا اسجنك. هو في اطباء مسجونين في السجن؟ اه. في اساتذه في القصر في السجن؟ اه. القضايا بتبقى بتوصل لنا والمحاضر، في استاذ بيقعد يلف حوالين المحاكم عشان عيان بيلففه؟ اه. في استاذ بيدفع 1,000,000 جنيه عشان العيان ما يروحش يشتكيه؟ اه. ويطلع في الاخر ان الاستاذ بريء، بس هو ما كانش عارف حقه ومش عارف واجبه، هو مش عارف حاجه، هو مجرد المهنه بتاعته وبس. فانت امن نفسك من برضو المريض النصاب، ما في مريض هينصب عليك، فامن نفسك، قول له عايز تشتكي اشتكي، انا عملت بما يرضي الله كل حاجه، وقلت لك على الكومبليكيشن، كون انك مضيت على الكومبليكيشن وموافق عليها، المضاعفات الوارده انت مش هيتحكم عليك فيها. اوعى في يوم من الايام حد ينصب عليك. انا عندي زمايلي للاسف طبعا اساتذه وسمعتنا وعيادتنا يا شيرين اضطريت هدفع له يا ستي 100,000، قلت له امشي في المحكمه، يعني ايه تدفع له؟ ده نصاب، ده بيضحك عليك، انت عملت كل حاجه. هو ما التزمش بحته معينه من العلاج بتاعك، ده مشكلته، حصل كومبليكيشن دي من عنده او من عند ربنا بس مش من عندك. طب القاضي هيحكم لمين؟ هيحكم لك بوراقه. العمليه بسيطه، لكن ما تدفعش انت وتخلي النصابين يجروا وراك برضو. طيب يبقى هنتكلم بقى على الاثكس، انت هتتعامل ازاي مع الدكتور من هنا؟ طيب هتعامل مع الدكتور ازاي؟ هتتعامل مع العيانين ازاي؟ هتتعامل، اتفقنا، مع المجتمع. اتفقنا اول حاجه البنفيشنس اللي هو انت بتقدم ايه؟ يا بتعمل كيور للديزيز، تريت قصدي للديزيز، والكيور من عند ربنا. تاني حاجة بتقدم ايه؟ الابحاث اللي انت هتعملها عشان تمنع الامراض، الفاكسينز اللي انت هتطلعها عشان تمنع الامراض، الابحاث اللي انت هتعملها ان شاء الرحمن عشان تعالج من المرض المتوحش الكانسر. الحاجات دي كلها هي دي شغلتك، هي دي البنفيتس اللي انت هتقدمها. المقابل خلي بالك نون ماليفيشنس،
don't do harm. اوعى تعمل اذى للعيان. الاذى يا شباب مش معناها ومين يأذي عيان؟ يعني هتقولي وانا يعني هأذي عيان ازاي؟ هتأذي العيان يوم ما تقابله مقابله وحشه. العيان يا حبيبي جاي لك انت الملاذ الاخير. البني ادم سواء فقير او غني، المريض بيبقى جاي لك متوسم فيك انت ابوه وامه، انت اللي هتخرجه من اللي هو فيه. يوم ما تقابله مقابله وحشه، يوم ما تشخط فيه، يوم ما تعامله وحش، يوم ما تاخد منه اكتر من اللازم وتنصب عليه عمليه ما تستاهلش يتاخد فيها 50,000، يوم ما تاخد الكشف بتاعك بال500 وال600، انت عملت عيانينك وحش، انت اكبرتهم، اخدتها بسيف الحياء اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا لا. يوم ما عملت عندك مستعجل، يا شباب ما فيش حاجه اسمها مستعجل في العيادات. الاساتذه اللي بتعمل مستعجل دي غلط تمام، رونج. ما فيش حاجه اسمها مستعجل. المستعجل يدفع 600 والعادي يدفع 400. المستعجل هو الايمرجنسي كيسز اونلي، لكن مع عمرنا ما بنقسم العيان عشان فلوسه. انت كده قسمت العيان عشان فلوسه، ما تقسمش العيان عشان ديانته. ده اخواني ما بعالجوش، ده سيساوي مش بعالجه. احنا مالنا احنا ومال الاخوان احنا والسيساويه؟ احنا مالنا احنا؟ احنا اطباء. اصل ده يهودي يا حبيبي، لو يهودي جالك هتعالجه، ده مريض. بلاش انت ما تدخلش في الحته دي. العدو هتعالجه، ده قسم الطبيب اللي هتحلفوا عليه او هتشوفوه في الاخر. انا حاطه لكم قسم الطبيب، عارفين حاطه لكم قسم الطبيب ليه؟ عشان لو يهودي جه لازم تعالجه. مفيش حاجه اسمها انا ما بسلمش. ما بتسلمش، ده موضوع تاني، لكن تعالجه، لازم تعالجه. احنا مش بنهزر، ده واحد مريض. فعمليه انك ما تعامل الناس على فلوسها او على ديانتها او ده ابيض واسود او ده اصل ده وزير، اصل ده نائب في البرلمان، الكلام ده شيله من مخك عشان البركه تحل على عيادتك والبركه تحل عليك وعلى بيتك. اوعى تفرق بين مريض ومريض، اوعى تعمل الهارم. هو ده الهارم اللي انت هتعمله وانت مش اخد بالك. عارف هتعمل الهارم انت؟ هتعمل الهارم يوم ما تبقى ضابط دكتور، الا من رحم ربي. لو انت ضابط دكتور وبتشتغل في السجون، لو انت ضابط دكتور وبتشتغل في مستشفيات عسكريه، انت يا حبيبي في الاخر دكتور، ما انت الضابط. هو اللويالتي هتبقى بتاعتك لمين؟ للوا ولا للعيان؟ اللويالتي للعيان. وبفكركم انت للعيان مش للوا. اللوا ليه احترامه. انا ما بقولكش طب هو دماغ، انا ابويا لوا على فكره يعني، الله يرحمه. فانا ما بتكلمش على لا الشرطه ولا الجيش فوق دماغي، بس بتكلم بما يرضي الله. انت في الاخر دكتور. يعني ايه دكتور؟ يعني بسمع كلام العيانين فقط. اللواء ده شغل اداره، لكن وانا بعالج عياني. يعني اللواء لو قال لي استني عليه بكره، ما بستناش، الراجل بيموت. هيتنقل يعني هيتنقل، واما انت تنقل. هتقف على نقلك، هتقف على اذاك انت، بس ما تاذيش عيان. انت ولائك لعيانك مش للناس. انت لو في السجن وظابط سجون برضو ما تساعدش حد انه يضرب حد. في دكاتره نسيت نفسها، قالت لك انا ظابط دكتور. لا يا حبيبي، انت دكتور وبعدين بقيت ظابط. فانت ولاءك للطب الاول، ولاءك لعيانينك ونقابتك، بعد كده بقيت ظابط فوق دماغنا. ده شغل اداره مش شغل عيانين. فما فيش حاجه اسمها ان انا اشترك في ان انا اضرب واحد، او اشترك ان انا اقيس له الضرب هنا وهنا وهنا، ولازم احط كده بقى عشان ما يبانش، ما يتعرض على وكيل النيابه. لا، ما تشاركش في كده. مش انت اللي تعالج المضروب، المضروب ما تعالجوش، انت المضروب تبلغ عنه مين اللي ضربه عشان توقف الحاجات دي. تمام؟ فهو ده اللي انت هتعمله وانت مش اخد بالك، انت بتسمع كلام رئيسك. ما هي المشكله ان احيانا في الاخر
انا بسمع كلام رئيسي. لا ما تسمعش كلام رئيسك في الغلط، دي نمبر 1. نمبر 2، يوم ما هتقعوا كل واحد، يوم ما هتدخلوا النيابه كله بيحدف على بعض. فانا برضو بامنك من رئيسك، رئيسك يوم ما انت مضيت ساعه الجد هيقوم قايل انا ما اعرفش حاجه، هو اللي مضى، انا ما شفتش حاجه، هو اللي مضى، كله بيحدف على بعض، ودي بتبقى كارثه. فانت لازم تعرف حقك ايه وواجبك ايه وايه الحاجات القانونيه اللي انت ما تقعش فيها. ثالث حاجه جاستس، العداله. لازم العداله في التوزيع. يعني ايه؟ عندنا زي ما اتفقنا فيرست كام فيرست سيرف، اللي يجي لك في العاده الاول هو اللي يدخل. مين اللي يدخل لك الاول؟ الامرجنسي كيسز، وبعد ما تستشير الناس وتستاذن الناس بعد اذنكم الحاله دي هتموت، هدخله الاول. طبعا هيوافقوا، ما وافقوش مش مشكله، لكن اتفقنا ما ندخلش المستعجل اللي دافع فلوس كتير. ما عندناش احنا ده المستعجل، ما فيش ده. ده في المطاعم ما فيش مستعجل، اسمها برضو فيرست كام فيرست سيرف، اللي بيجي الاول بيتخدم الاول. ما فيش حاجه اسمها طب لو زميلي، لو دكتور زميلي بديله معاد، بقول له استنى بعد ما اخلص العياده او قبل ما ابتدي العياده. لكن ما فيش حاجه اسمها برضو ان زمايلي يجوا لي ويدخلوا لي لا لا، مين اللي قال كده؟ زمايلي فوق دماغي، هنتكلم على حته دفع الفلوس، وما ادراك ما دفع الفلوس. فالجاستس عندك سريرين وجم اطفال ببهات، واحد 15 واحد 17، وانت عندك في الحضانه سريرين. بعمل جاستس، العداله، افضل افكر هو مين اللي ليه امل بامر الله انه يعيش؟ ابو 7، الخمسه نسبته ضعيفه في بلدنا، يبقى دخل ابو 7 واقول ابو 5 معلش للاسف معيش، انا فضلت واحد عن واحد بناء على العلم، مش بناء على ابن 5 ده ابن المحافظ لا، وابن 7 ده ابن لا. انا فضلت الجاستس هنا، العداله في التوزيع، وزعي بعداله. طيب نمره 4، ريسبكت اوتونومي، لازم تحترم خصوصيه العيانين، الحكم الذاتي بتاع العيان، انت مش ولي امره. يعني عليك بتعرض كل حاجه للعيان، انت قدامك الكونسرفاتيف تريتمنت وقدامك السيرجري، تحب تختار ايه؟ هيقوم ردد عليك طب انت ترشح ايه يا دكتور؟ انا والله اللي شايفاه السيرجري اسرع، والسيرجري كذا، والسيرجري كذا. انا مش عايز اعمل عمليات. حقه، ما تجبرهوش انه يعمل عمليات. نظام لو ما عملتش عمليه هتموت وهتروح في 60 داهيه وخلاص، ما تجيليش هنا تاني، مش عايز اشوفك تاني. انا بشوف دكاتره بتكلم عيانين كان دول دافعين لك يا ابني، دول فاتحين بيتك يا ابني. العيان لو العيان مش موجود انت هتبقى موجود؟ بيتك هيتفتح، ولادك هياكلوا، انت هتاكل عشان اللي قدامك اللي انت بتزعق له ده. ومش في العياده، في الحاجات الحكوميه، ما انت في الحكومه مش هتقبض، انت بتقبض على ايه؟ بتقبض على الراجل ده. ما الراجل ده بيدفع ضرايب برضه، هو اللي بيقبضك. فعشان كده دايما احترم خصوصيته وارائه، احترم ان هو عاوز يعمل ايه، بس انت عليك توجهه توجيه علمي سليم. بس انت كده لو قعدت من غير العلاج هيبقى خطر عليك، وجهه بمنتهى الامانه، وهو برضه عليه الاختيار، حتى لو اختار الطريق الوحش عليه الاختيار، وانت عليك انك انت برضه انك تحترمه، تحترمه ما تهنهوش. في حاجه كمان عايزه اتكلم فيها في حته الكونفيدنشياليتي، خلوا بالكم بقى يا شباب من حته السريه. السريه العلميه معناها انك ما تفشيش اي سر لاي عيان whatever. يعني انا كنت شغاله على فكره جي اي تي، وظروف بيتي حولت على حاجه هاديه شويه. جالي واحد، ودايما انا فاكراه، يعني سبحان الله في عينين انت هتفضل فاكرهم كده، عنده هيباتيتس سي، وكنت بعالجه بالانترفيرون والرايبافايرين والحاجات بتاعت الهيباتيتس سي اياميها يعني. جه قال لي لو سمحتي مراتي بره، هي هتدخل راحت مش عارفه تعمل ايه، اوعي تقولي لها ان انا عندي هيباتيتس سي. حقه ولا مش حقه؟ حقه. ليه؟ ما بيتنقلش بالسكشوال انتركورس، نمبر 1. نمبر 2،
انا قلت له خلي بالك بس من حاجة. هو انت ليه مش عايز تقول له مراتك؟ انا برضو عايز اعرف ايه الفضول اللي عندي، بس هو طبيعي عايز اعرف ليه. قال لي انا مراتي موسوسة، عندها شبه وسواس قهري كده، بتغسل الصابونة بصابونة، قلقانة من كل حاجة في النظافة، فهي هيتهيأ لها ان انا معدي، ان انا جربان، هتطلب الطلاق، بيتي هيتخرب واولادي فانتي ما تقوليش. انا بغض النظر ده كان فضول مني بس ده حقه. فقلت له طب معلش بشرط خلي بالك من ان يبقى ليك فوطة وفرشة اسنانك ما تجيش ناحية الولاد والمكنة الحلاقة. قال لي من غير ما تقولي دي عاملة عزل في البيت لكل فوط وكل عاملة هيصة في البيت. قلت له الله ينور عليها وعليك، خلاص حقه. واحدة صاحبتي وانا بحكي لها كده بتاعت رمض بتاعت عيون، يعني في العرب يقولوا عيون، انا بقول بتاعت عيون، قالت لي جت قالت لي واحدة ما تقوليش لخطيبي ان عندي مايوبيا، هبلة مش كده عبيطة يعني ايه يعني ما تقول يعني هو متجوزك عشان بنضارة من غير نضارة؟ حقها، انا عايز اوصل لحقها، الكونفيدنشاليتي حقها، اصل انا بعالج الفنان الفلاني عندي في مركز الادمان. انت لو تعرف ان المركز بينشر اسرار ما مش هيجيلك حد تاني، انت اللي هتبقى خسران. اصل مش عارفة الفنان الفلاني كان عنده زي احمد زكي مثلا، انا معلش بحب اتكلم كده بصراحة، بعد ما مات في الجرايد نازلين فيه كلامه كان وشعره كان ايه وكان وصور والدكتور بتاعه استاذ عظيم يعني وقعد بيتكلم وكان عنده كان معلش سر العيان هيفضل سر بعد وفاته. في ناس يقولك ما هو مات، لا مش ما هو مات، اصل الشخص ده بابليك، لا بابليك بس في سريه، سريه المرض دي حاجه ما ينفعش تقولها لحد. والسريه مش معناها ان انا اقول، السريه معناها ان انا عندي ملف، يعني بتوع مثلا دكاتره الامراض النفسيه عنده ملفات، الملفات دي لازم يامن ان الممرضه ما تعرفش تشوفها، ما تعرفش تفتح وتصورها، فما فيش حاجة اسمها أنا ما قلتش، ده هم خطفوا الفايل، خطفوا الفايل لأنك سايبة الفايل قدام الناس كلها، قدام أي حد داخل وخارج. فالسرية معناها إنك أنت مش مجرد ما تقوليش. وبعدين عايزة أقول لكم حتى السرية في الساينتفك جورنالز، أما تيجي تعرض في مؤتمر أما تكبر كده إن شاء الرحمن ويبقى ليك اسم ورايح تعرض، ما ينفعش تقول أسامي ناس، ما ينفعش تعرض صور ناس، عايز تعرض صور ناس حط على العين البلاك كده بلاك، بحس ان ما فيش حاجه تبان. مره كنت في مؤتمر وسبحان الله والله يا اولاد يعني اخ وزميل واستاذ عظيم وكده عرض، احنا بقى قضيانا الريب اغتصاب، فعرض بقى بنت واسمها وعيلتها وكان يوم العيد بيحكي واحد انجليزي اللي هو رئيس الكلية الملكية للطب الشرعي في انجلترا، اقسم قاعد جنبي كده قال لي انا هقوم هسيب المحاضرة ده لو عندنا لازم نبلغ عليه عشان يجي يترمي في السجن دلوقتي حالا، فانا هقوم مش هكمل المحاضرة. فما ينفعش انك انت رغم ان الكلام علمي فظيع لكن انت بوظت محاضرتك بانك افشيت سر واحدة هي ما كانتش مصرية، كانتش مصريه بس برضو افرض ان احنا انترناشونال، المؤتمر انترناشونال، ممكن حد من قرايبها، حد من معارفها، حد من، فما ينفعش انك انت تقول. بص السر هيفضل سر طول ما هو ما خرجش بره بقك. يعني انا ما ينفعش اروح ماما انا عندي مش عارفه مين كلمني الممثل الفلاني عايز دواء اصله بياخد كوكايين، حبيبه قلبي الصبح على طول لقيتها بتقولي والله ما قلت لحد هي اختي بس، والله اختي حبيبتي دي هي دي اختي ما اقدرش اخبي عنها حاجه، ما حكيتش لحد خالص. اختها ما تقدرش تخبي عن جوزها، ده جوزها حبيبها، جوزها ده جوز اختها، ما ينفعش جوزي اخبي عنه حاجه، جوزها اخو الانتيم بتاعه ما ينفعش، يا خرابي. طبعا لقيت العيله كلها يا امي ده كل ده عشان انا خرجته لامي. فانت ما ينفعش حتى لمراتك، مراتك ليها الانتيم بتاعتها، ليها مامتها، ليها اختها، لو خرج بره بقك ما بقى السر، ما فيش حاجه اسمها انا قلت وحل. وبعدين سيبك من حلفته دي، يرجع يقول لك هصوم ثلاث ايام، قولي بس والله احيانا اقول ناس كتير يا جماعه انا حالفه، يعني ستي بس صومي ثلاث ايام لا العمليه مش بسيطه قوي كده،
فانا بقيت اخاف مش عمليه انك هتحلف لي انك انت لا هتشوف 3 ايام لا يا سيدي مش هقول برضو. فالسر ان ما يخرجش بره عيادتك. السر ممكن يتكشف امتى؟ لو انت محتاج دكتور تاني في الحاله وهو ماشي عليه قانون السر. انا امي مش ماشي عليها قانون السر المهني، هي مش دكتوره فمش ماشي عليها القانون، لكن انا لو قلت لزميلي ماشي عليه نفس القانون، انا هقولك عن عيان عشان بستشيرك ماشي عليه نفس القانون هو لازم اللي يمشي بيه. فالكونفيدنشاليتي يا اولاد دي حاجه يعني اساسيه من شغلنا، ما ينفعش ان انا اقول لا ده انا بقول للصحافه بقول للاعلام. ده احنا عايزه اقولك على حاجه، انت ما بيطلبوك شهاده في المحكمه، يستحسن انك تقدم لو حاجه هتمس الحياه او هتمس عيله او كده تقدم ريبورت مكتوب، ومن حقك تطلب الجلسه سريه لان بيبقى في ناس قاعدين في القاعه بيسجلوا، في ناس اعلام، الصحافه بتبقى منتشره طبعا الصبح في المحاكم عشان تجيب اي خبر، فكده انت بتفضح عيله، فانت من حقك انك انت تقول للقاضي انا مش عايز اتكلم، عايز اتكلم بيني وبينك بس، والقاضي بيسمح لك او بيسمح لك، لان في قضايا طبعا بتمس شرف العيله اللي هي الاغتصاب اللي هي الحاجات دي كلها، فطبعا من حقك. طيب اتفقنا بقى. في من الاداب كمان اما تيجي تعمل ريسيرش، يعني يمكن ما قلتهاش انك انت ما تاذيش العيان، ما ينفعش تعمل ابحاث على فئات معينه. اول فئه المساجين، ما ينفعش ابحاث على المساجين، اديني بقولها 50 مره، اصل امريكا بيعملوا، استراليا بيعملوا، مش عارف ايه الناس دي بتعمل على المساجين العرب مش المساجين بتوعهم خالص، عندهم الهيومن رايتس. وما يحبوا يعملوا ابحاث او يحبوا يعذبوا حد او كده، انت عارف بيعملوا ايه؟ بياخدوهم بره الارض الامريكيه، بياخدوهم بره القاره خالص ويعذبوهم في دوله ثانيه وبعدين يجيبوهم، يعملوا ابحاث في دوله ثانيه ويجيبوهم. فانت لما تيجي تكلم الامريكان انتوا عندكم هيومن رايتس؟ طبعا فعلا، وصدقوا على ارضهم ما يحصلش الحاجات دي، طول ما انت جوه الارض ما يحصلش الحاجات دي. الجامعه الامريكيه مثلا، الجامعه الامريكيه دي عباره عن امريكا، تحصلش اي خدمة. عايزين نبهدلك نبهدلك بره السور، ناخدك بره البلد. فانت عملية انك تعمل ريسيرش على الفئات الضعيفة، اطفال الشوارع مثلا، ما ينفعش تعمل ريسيرش على اطفال الشوارع. الريسيرش بيتعمل على فئات معينة بموافقتهم، لازم كونسنت، انتم موافقين ان احنا نعمل ريسيرش عليكم على الدواء الفلاني، هو مش ان شاء الرحمن مش هيأذي، بس هنشوف هيقلل السكر بنسبه قد ايه، احسن من الدواء ده ولا الجلوكوفاج احسن ولا الدايمايكرون احسن. بيوافقوا، احيانا بيوافقوا بانهم عايزين فلوس، واي نوت انت، بس احنا ما بنقولش ان احنا بنرشيهم، بنقول بندي ريورد. يعني عارف انت ما تقول ايه، الشيخ اللي بيقرا القران من حقه ياخد فلوس، هو بياخد فلوس بس مش على قرايته للقران، على وقته اللي اخده وجالك وقعد ساعتين معاك. فاحنا بنقولها كده، انت بتدي ريورد على وقته، على مواصلاته اللي جه، على انه عايز يخدم المجتمع، فبندي ريورد، ولازم برضو يبقى المفهوم واصل للناس دي. ده الريسيرش اللي احنا بنتكلم عليه. طيب اتكلمنا على الجاستس انك انت واحترام الديسيجن والميديكال سيكريسي. تعالى بقى نتكلم على الكونسنت. هل انت هتامن نفسك من موضوع الكونسنت انك تاخد موافقه؟ عندك نوعين من الموافقات، الموافقه اللي بنسميها امبلايد اللي هي ضمنيه، بمعنى ايه؟ واحد جالك العياده محتاج تمضيه انه جالك العياده، انت موافق انك تدخل؟ لا ما خلاص ده ضمني، هو جالي العياده. طلبك تروح تكشف عليه في البيت، خلاص هو اللي طلبك، يبقى دي اسمها موافقه ضمنيه، اتفقتوا مع بعض ان احنا نكشف عند بعض ونتعامل ميوتوال كونكشنز. دي اسمها امبلايد، دي ما فيهاش خوف منها اللي هي الضمنيه. انت بقى لازم تعمل انفورمد كونسنت، الموافقه المستنيره، لازم تمضيه. المستنيره يعني ايه؟ المستنيره يعني لازم تعرفه بكل حاجه هتعملها فيه. تمسك كده الورقه وتقعد تشرح، والشرح للعيان ما ينفعش تقول له المريء، هو ما يعرفش يعني ايه مريء. انت هتقول له في انبوبه هنا بتنتهي ببالونة كده، لازم تبسيط المعلومة، ما تكلموش، لا تتكلم ميديكال تيرمز مع العيان ولا تتكلم انجلش، يا سيدي عارفينك انك عارف انجلش، لا ما ينفعش مع العيان تتكلموا انجليزي. حتى لو مهندس، حتى هو يعرف منين الميديكال تيرمز، يبقى لازم
اشرح له بالتفصيل وفي الاخر امضيه. القبضه دي بقى اللي هتامنك من 50 محضر. يقول لك انا ما مضيتش انه اعملي العمليه، هتروح في 60 داهيه لو ما شفناش الكونسنت والمستشفى معاك طبعا. تمام؟ فالكونسنت خلي بالك بقى، الكونسنت بتيجي امتى؟ الكونسنت مش في اي عمليه وبس، لا في حاجات تانية فيري امبورتنت زي الابورشن. خلي بالك الاجهاض، بص بقى اسمع الكلمه دي وحطها في مخك. واي انفيزيف دايجنوستيك بروسيجر، انا ما كنت بعمل عينات الكبد، باخد عينات الكبد لازم امضيه ما دام حاجه انفيزيف. ومضينا ممكن يحصل هامرج، ممكن يحصل بأمن نفسي والمستشفى بتأمن نفسها. تمام؟ الحاجات دي كلها بتتعمل في مستشفيات. خلي بالك بقى من الابورشن. الابورشن لازم امضتها وامضت جوزها. لازم من الاخر لا يجوز الاجهاض الا لو الام هتموت، عندها كاردياك، عندها منتلي. اصل النبي يا دكتوره هيطلقني، ما ينفعش ابورشن. اصل احنا عندنا 20 عيل، ده الواحد وعشرين هنفتقر، بال 21 ده بقى هنفتقر. ما ينفعش ابورشن. اصل بنتي اغتصبت، بص بقى انا موصله لك لفين، دار الافتاء. يعني انا ما بتكلمش على الدين، بس هو ده اللي حصل. بعض من الشيوخ قال لك ما فيش ابورشن، اصل كونجنيتال انوماليز ما فيش ابورشن. ده انا شفت كونجنيتال انوماليز، رجال الدين قالوا لا، لا يجوز الاجهاض الا في حاله واحده بس، تو سيف ماذرز لايف، الام هتموت. بقيه الحاجات دي ما نتكلمش فيها بقى. عايز يروح ياخد فتوى من شيخ ويعملها بعيد عنك والنبي. هو الحلال ولا حرام يا دكتور؟ ما اعرفش. طب المغتصبه؟ طب مش هندخل في كلام في دايلما. ابعد عن السكه اللي هي فيها نسبه حرام، فيها نسبه انك هتروح في الداهيه. يعني انا دايما بحب اتكلم على الحلال والحرام، عشان الحلال اللي هيغنيك. ما بص يا اولاد، هي يعني ان كانت الفلوس الحلال بتطير، الفلوس الحرام مش هتطير. يعني ما انتوا شايفين الحلال طاير، فيعني مش ناقصه حرام احنا بقى، فاحنا يا دوبك بالحلال وربنا يبارك لنا فيه. اما حته بقى انك هتجيب من شيخ من الشيوخ موافقه، بس بعيد عني عشان انا شاكك. فهو عمليه انك تقتل الروح دي فيها شك، زي ما انا هكلمكم كده، ابعد عن المناطق المشكوك فيها، ده رايي، لغايه ما يظهر صاحب، ما اعرفش. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للكونسنت. خلي بالك بقى، هل الكونسنت أنت أي حد يجي لك أخذ كونسنت خلاص؟ لا، اتفقنا. افرض مضيت واحدة إن إحنا هنعمل كريمنال أبورشن، هجهدك وأنت موافقة ومامتك موافقة وباباكي، لا، فقدام المحكمة الكونسنت ده لا يجوز، يبقى انفاليد امتى؟ أول أم في المال أوبريشنز، الأوبريشنز اللي هي غلط، الأوبريشنز اللي هي منتشرة، اللي يقول لك إيه هايمنورافي، ترقيع غشاء البكارة للبنات، وجاي كل شوية يجي من الصين استيراد من الصين زي الفوانيس كده، غشاء حاجة مش معقولة، يعني مش ناقصة البلد عشان يجيبوا كمان دي، يقول لك جايبينها من الصين وجايبينها من الهند وجايبينها مش عارف إيه. طبعًا حرام. طبعا بتوع النساء، 60 من الناس لما رحم ربي يعني رد عليهم ده، قال لي حرام عليك، من ستر الله مسلما ستر الله يوم القيامه. احنا شغالين كده طبعا عشان نستر على البنات طبعا. ما اعرفش انا، ده انتربريتيشن خاطئ. انت بتشجع البنات على الفساد، انت مش بتستر. ما كل بنت تقول للثانيه ما تقلقيش، ما هينتشر في البلد. لا، ما ينفعش. فعمليه المال اوبريشنز اللي فيها كونسنت دي لا ما تنفعش. عملية انك تاخد موافقة من طفل وتقول له حبيبي بتاع الشارع ده ابو 10 سنين تعالى، وما ينفعش، موافقته لا تجوز. الام الثالثة المنتلي، الواحد المجنون ولا المجنون ان انا اخدها واخد منها كلية وبتاع واسمها موافقة، لا ما ينفعش. طبعا الاورجن ترانسبلانتيشن ده حكايه وروايه. الميس ريبريزنتيشنز ما ينفعش، انك انت قلت لواحد، انا كانت عندي قضيه كده ودايما بحب اقولها لانها قضيه واضحه وصريحه، جاي بعد 20 سنه يقول يا دكتوره ده سرقوا كليتي من 20 سنه، يخرب بيت كده كنت فين؟ قال لي ما اعرفش، ده انا رحت للدكتور قال لي فين كليتك الثانيه؟ قلت له ما هي موجوده، قال له لا دي متشاله. لا سوري، قال له اه ده انا كان عندي ورم.
قال له طب وريني الاشعاعات القديمه. وراله الاشعاعات القديمه، ما كانش عنده ورم. امال كليتك راحت فين؟ طبعا الدكتور قال له ده انت عندك ورم وهتموت، هنشيل الكليه. وافق. طب ما ينفعش، ده سرق عضو من اعضائه كده بالخداع، واقنعه ان هو عيان، اقنعه انه عنده تيومر وهيموت. فطبعا ما ينفعش الميس ريبريزنتيشن خالص. ما ينفعش الميديكال انديكيشن ابسنس. ايه بقى؟ اصل انا داخله الجيش يا دكتوره، والنبي المهنيين يقول لك ايه، اقطع لي عقله من الصباع هنا عشان اطلع طبي غير جائز طبي، ما ينفعش، وما ادخلش الجيش، مش هيحصل لي حاجه، يعني انا بعمل ايه بالصباع ده؟ بس عقله. يجي للدكتور عقله بس. والله ناس ثانيه كان بتروح لبتوع الاي ان تي، حط لي عايز يعني يقولوا هعمل لك عها في ودنك، بس ممكن ما تسمعش، يقولوا مش مشكله، ما انا بسمع بالثانيه. كل ده ميليتري. التجميل يا اولاد، التجميل على فكره مش كل عمليات حلال. انا كنت اتمنى طبعا في استاذ عظيم دكتور وائل صقر كان هيجي لكم، ده انا بحترمه جدا جدا، في ناس تحترمها عايز يضغني بالحلال. مرة أنا ما أعرفش شغل التجميل بصراحة، بس كل اللي أنا أعرفه ما ينفعش واحدة تجيلك أنا عايز أبقى زي هيفاء وهبي ولا نانسي عجرم، وأنت تقول لها أنت دي مش ميديكال إنديكيشن. والمصيبة أنا مش هتبقى زي هيفاء وهبي، وهتوديك في 60 داهية. يعني أنت غبي إنك اشتغلت عليها. الناس اللي جاية بتقولي أعمل لها إيه؟ ما هي عندي قضية، واحد بيقول لي يعني أعمل لها إيه؟ قالت لي زي هفاء وهبي، بحاول اقربها بس هي معفنه يا دكتور. اول ما قالت كده والله انا دعيت عليها، قلت له انت اشتغلت ما هو يعني، ودكتور صغير استاذ مساعد يعني اصغر مني طبعا، فانا بحب يعني ولادي يعني. قلت له يخرب بيتك وانت اشتغلت عليها ليه؟ هي دي منظر هتبقى هفاء وهبي؟ يعني انت غبي انت كمان. فهي رايحه رافعه علي قضيه، فجاي لي الحين يا دكتوره شيرين. قلت له ما طبعا دي استحاله تبقى هفاء وهبي، استحاله يعني. قلت دي كتر خيرها انها كده يعني، الحمد لله الواحد ما بيتكلمش عن خيره ربنا، بس يعني انت غبي للدرجه دي؟ قال لي ما انا كان عندي امل اصغر المناخير. ايه ما الصاع ده علم، قعد يشرح لي ده علم. قلت له معلش بس دي خلقه برضو من عند ربنا، يعني في علم وفي يعني هتقعد. فطبعا مبهدلاه في المحاكم، مبهدلاه عشان ما بقاش زي ما قال لها. هي قالت له انا عايزه، فما ينفعش انت من الاول كنت ترفض، تقول لها لا ما بشتغلش في كده. واحده جايه لك عايزه شفايفها تبقى قد كده، ليه يا حبيبتي؟ ما هي مش عاهه، انت التجميل بتشتغل واحد مناخيره كبيره وعامله له مشكله نفسيه، واحد عنده حرق، لكن الحاجات اللي طالعه جديد وبياخدوا منها فلوس، ما انا عايزه اقول لك، بس ربنا بيوقعك وقعه تفضل تشتغل وتجيب فلوس وتجيب فلوس، ويوم الوقعة الفلوس دي كلها هتروح، لأنك أنت بتغير خلقة ربنا ليه؟ يعني منتشر في سين من الدول العربية، وده يمكن دكتور وائل صار حكى لي عليها، الباتوكس. قال لي ده طالبني بالاسم وثلاث أشهر ومش عارفة مبلغ إيه، بس ده حرام، أنت بتغير خلقة، ده مش ديفاكت عشان تعملها، يعني الديفاكت أعملها لكن الحاله النفسيه احترمها، نعم عندها حاله نفسيه لكن طالما مش ميديكال انديكيشن حالتها النفسيه مش هتتاثر، لا خلاص. لكن تتمايع لا ما ينفعش، احنا الطب ما فيهوش، احنا فور ديزيزز او الحالات النفسيه، التجميل للحالات النفسيه، مش عشان ابقى شبه نانسي عجرم، لا الكلام ده مش عندنا في سنترز ثانيه. طيب خلي بالك بقى، هل انت يجوز ليك انك تنهي العلاقه بينك وبين العيان؟ طبعا. امتى؟ بعد الشر، لو حد فيكو مات يقول لك ده انه هو غصب عنهم، او لو هو خف وشكرا والسلام عليكم ومشي. نمره ثلاثه بقى، لو اتفقتوا مع بعض على انهاء العلاقه، ازاي؟ حالتك مش بتاعتي، حالتك بتاعت دكاترة جي اي تي، وانا مش بتاعت جي اي تي، او انا ما بشتغلش في الحتة دي. رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، مش معنى ان انا لا خلاص دي مش بتاعتي، انا ما بعرفش اعملها. بس مش لازم تقول ما بعرفش اعملها، خليك ذكي برضه عشان ما يطلعش عليك انك ولا عارف ولا لا. الحتة دي في استاذ حديك اسامي اساتذة، ما تحددش اسم استاذ عشان ما اشكش فيك انك بتقاسم معاه الفلوس. في اساتذة كتير
هديك اساميهم وحضرتك ممكن تروح، حضرتك ممكن تسالهم، لكن انا فانتوا بتتفقوا مع بعض. او الدكتور يرفضك، العيان يرفضك، هل يجوز ان العيان يطردك ويرفضك؟ اه، انا وانا صغيره وجي اي تي اتطردت من الاوضه، كان مستشفى استثماري كنت بشتغل فيه. اول الاستاذ بتاعي شايفني بعمل ليفر بايوبسي كويس، ايديا حلوه، هو بيقول لي ايديكي في الجي اي تي في الابر اندوسكوبي والليفر بايوبسي حلوه، فانت ادخلي اعملي عيانين لغايه. اول ما دخلت كان العيان على طول بلا البت دي اللي هتعمل لي العمليه، البت والله ولا الميس ولا ابله ولا حاجه ولا اي حاجه، قالها قال البت ومش البنت، البت دي. طبعا في ساعتها انا بقول لكم كده ليه، لا تحاسب العيان على ابله اللي بتزعلكم ولا الحاجه ولا الحاج ولا الاستاذه. انا بشوف على الفيسبوك انتوا زعلانين قوي، ليه تزعلوا؟ هو على قد علمهم، على قد علمهم انت حاجه، حلو يا رب تحج، على قد علمهم انت ابله، ابله يعني الابله بتاعتي اعلى مني برضه، فما فيهاش اهانه. انا ساعتها طبعا اتخذت، بس انا طباعي الحمد لله يعني ان انا هينه يا لينه الحمد لله، فانا قلت ليه بت، بس زعلت في نفسيتي ليه استصغرني، هو مش عيب فيا، هو عيب في سني. فانت اما يبقى عيب في سنك ده مش عيب، انت مع الخبره شعرك هيبيض وهتقول ليت الشباب يعود، فعيش حياتك انت على قد. خلاص انت مش عايزاني، كان موقف استاذي ايه، راح عمل لي كده شيرين بره على طول، خلاص خرجت. قال لي من حقه يختار الدكتور بتاعه، يعني ما يجي حبيبي واحده وانت شغال نسا وتقول لك عايزه دكتوره، بلاش حته لا حياء في العلم. مين اللي علمها لكم؟ مين اللي علم لكم الكلمه الغلط دي؟ يعني ايه لا حياء في العلم؟ الحياء هيفضل موجود في العلم وفي الدين. فما تيجي واحده تقول لك لو سمحت عايزه دكتوره، يعني انا برضو احنا عندنا طب شرعي والريب وكده، في عندنا يعني ايه عايزه دكتور؟ انا اللي هكشف عليه يا ابني، هو خناقه يعني بالعند هكشف عليه، يمكن ما بيحبش يشتغل خالص بس هو هيشتغل في الحاله دي بقى بالعند، وبيبقى متنايل وما بيشتغلش فعلا، هي مش عند. طالما في دكتوره الست ما تخلي الست تشتغل يا سيدي، احترم عقائد، احترم تفكيرها، احترم حالتها، مش عشان جايه لك في القصر العيني وغلبانه تتبهدل يعني. انا مش عايزه، من حق ان الطلبه ما تقفش عليا يا اخوانا، احنا مستشفى تعليمي بس لازم اخد الكونسنت بتاعت العيانه، ما تتلموش على العيانه كده زي كان فريسه يا عيني بتتلموا عليها، اسالوها الاول، المفروض استاذكم يسالها الاول، تسمحي بان يحصل كذا؟ قالت لا من حقها، قالت انا مش عايزه اولاد يقفوا وعايزه بنات. اه انت هتتعلم في حته ثانيه، ربنا ان شاء الله هيعلمك، واحنا عندنا مليون مليون مسج للتعليم برضو. فانا عايزه ما تبقاش حته لا حياء في العلم ولا حياء في الدين، الكلام ده غلط. الدين انا باخده من واحده ست، مش لازم اخده من واحده راجل، وانت تاخده من واحد راجل. في العلم لو انت انت بتشتغل للكل، ده اللي انا شايفاه، لكن في ناس عايزه الفيميل، احترم رغبتها، فدي ما فيهاش حاجه اسمها احنا نظامنا كده، احنا مستشفياتنا كده، احنا الدوله قالت كده، احنا الميكسد، لا ما ينفعش الكلام ده. بصوا يا اولاد انا رافضاه تماما، مش رافضاه، هو ده الاخلاقيات اللي انت لازم تتعامل بيها مع اي عيان. انت ما تبقى في عيادتك، خلي بالك برضو من النقطه دي عشان بتجيلنا قضايا في الحته دي، ما تبقى في عيادتك اوعى تنفرد بعيانه. انا يمكن بقولها للشباب، البنت طبيعي لازم الممرضه جنبها، بتبقى بتحب ونس كده جنبها. الولد لا، الولد داخل بصدره دايما. عيادتك انت قاعد في الشارع، العياده المفتوحه دي انا بسميها شارع، بيدخل لك الصالح والطالح، فانت ما تعرفش. دايما يقولوا لك دكاتره النساء، دكاتره النساء يخلوا بالهم وهم بيكشفوا لازم يبقى في حد معاهم. لا انا بقول لك كل حاجه، انا عندي بتاع الاي ان تي، والله يا دكتوره داخل عليا كده على وداني مش عارف عايز يعمل لي ايه، يخرب بيتك بيكشف عليكي، راحت قالت ده كان عايز يبصني، بتاع الرمد دخل عليا قوي كده ما عشان يشوف عينك. لازم يبقى واحده ثالثه، سواء بطنه، البطنه تعراني، مش اي حاجه بس اي حاجه، فسواء بطنه، نسا، يعني مش النسا بس،
وانت بتخدر العيانة احيانا بيجي لها حاجة اسمها ايروتيك دريمز، ولازم تبقوا عارفينها. هي مش كدابة وبتبقى ست محترمة. الايروتيك دريمز ده اللي هو ريليتد للسكشوال، بيتهيأ لها ان في حد مسكها من اماكن حساسة وعملها سكشوال ريليشن، فبتفوق من البنج اول حاجة بتقولها الحقني يا ابو محمد عملوا فيا، على طول بيجري على مين؟ على الدكتور. الدكتور اغتصبها، بتبقى مصيبة. بالذات اتفقنا العيان المصري، معظم العيانين المصري الجهل، فانت لازم تبقى فاهم. ما تقولش كمان الست نصابة، الست مش نصابة، حاجة علمية اسمها ايروتيك دريمز لازم تبقى عارفها. بيحصل لها سكشوال هالوسينيشن، فساعتها تفهم الراجل بالراحة ان هي مراتك مش بتكذب، لان هو شايف ان مراته ما بتكذبش، عمرها ما كذبت. فانت برضو تفهمه من الناحيه العلميه. فكل الحاجات دي بنبص نلاقي الدكتور هو اللي فاهمها، هو اساسا مش فاهمها. ساعتها الضحيه هيفهمها، يقول لك دي ست وحشه وتطلع طبعا لا طبعا ما فيش الكلام ده. طيب خلي بالك بقى، زي ما من حق ان العيان يطردك ويقول انت ما تعالجنيش، خلي بالك انت من حقك برضو، انت من حقك انك بس من الاول انا مش هعالج العيان ده. بص بقى بيني وبينك، يا اما انا ما بشتغلش في الليزر وهو عايز ليزر مثلا، انا بديك اكزامبل، يا اما مش حالش وانا مش عارفها فمن الاول جالك وانت يعني من حقك من الاول تمتنع عن علاجه، الا في الامرجنسي. لو في الامرجنسي لازم تعالجه، اما تكون مين انت؟ طبيب ووقفوك في الطوارئ هتعالجه، وقفوك في اي حته امرجنسي خلاص. لكن انت من حقك ترفض العيان، شايف عيان مش مريح. يعني بعض من الناس يقولك انا ما اتعاملش مع بعض من العيانين بيسببوا لنا مشاكل، اللي هو العيان الايريتابل، يبقى طول ما هو يعني هخف، يعني هخف يعني، ويفضل يزعق للدكتور، بيبقى الدكتور نفسه قلقان، يقولك انا بقلق منه، ماله عصبي كده ليه؟ ماله عنده حاله نفسيه؟ ده هيجيب لي مصيبه. هو دايما الدكتور اللي بيفهم يعني بيبقى فاهم ان نهايه سكته دي محكمه وبهدله، فمن الاول يقول له والله هي حالتك مش تبعي، هي حالتك ممكن حضرتك تروح لاي حد بالذوق. يبقى من حقك انك تقول لا، يعني مفيش حاجه اسمها لا الطبيب لازم يوافق والملاك الابيض والملاك، لا لا، من حقك زي ما هو بيرفضك انت من حقك برضه. مش عارفه واقف ايه. طيب بس مش من حقك انك تسيب العيان ساعه العمليه. يعني انا متفقه معاك انك هتولدني، افتح عيني الاقي الصبي بتاعك هو اللي بيولدني؟ لا ما ينفعش، دي قله ادب. الست قاعده 9 أشهر بتدفع له قد كده للاستاذ، وفي الاخر موقف النائب بتاعه ولا المدرس واتيفر، لا دي قله ادب ودي اسمها سرقه. بص بقى اسمع، السرقه مش سرقه ملايين يعني، لا 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 لا، السرقه في حاجات كتيره ما انتش حاسسها. عمليه انك تدخل سلك الشارع وفي الاوضه للكهرباء ما هي سرقه، ما هي انت سرقت. ماليش دعوه الدوله المفروض تديني ايه، بس في الاخر ما انا سرقت. يعني حاجه مش حقك، ما انا سرقت. اللي بيدخلوا الفنادق وياخدوا حاجات الفنادق، ما انا سرقت. يقول لك الطياره، ابص ليه اخدين معالق معالق وشوك الطياره البلاستيك اوكي، الاستانلس لا. يعني البطانيه بتاعت الطياره لا، ما هي سرقه يا اولاد. يعني انا عرفت انها سرقه، انا بنتي الصغيره عايزه اخد دي وعايزه اخد دي، قلت لها روحي استاذني مضيفه، قالت لها لا دي حاجه الطياره خلاص. نزلنا طبعا لقيت كل الوفد اخد البطاطين وكل الوفد اخد، قالت لي ما هو اخدوا اهو مش معنى. انا قلت لها مالناش دعوه، هم ما يعرفوش، ما اعرفش بالسرقه، في الاخر انا سرقت. فانت اللي انت بتعمله ده انك انت تقول للعيانه انا هولدك وتيجي في حاله واحده بس. يعني انا احترمت بعض من الناس يقوم مكلمك انا مسافر ومضطره اسافر، بتاع دكتور النساء بيسافر، لو جات لك ميعاد الولاده هيبقى في دكتور الفلاني اللي هو صديقي اللي هو استاذ زيي، مش مدرس مش استاذ مساعد، هي دافعه لك الفلوس على انك استاذ، فتكرم الحتت الصغيره دي لانك انت بتعتبر حرامي. بتاع التخدير، استاذ التخدير اللي بيخدر ويقوم جاري، استاذ التخدير المفروض يقعد لغايه ما الافاقه، لغايه ما تفوقي وترجعي تكلميه. استاذ التخدير ما بيعملش كده،
إلا من رحم ربي. يفضل قاعد جنب العيانة، لا التاني بقى بيجري عشان يخضر الناحية التانية ويلم الفلوس، ويقول الممرضة ايه بقى؟ موبايلات بقى، طمنيني على العيانة. الممرضة تقول لك ايه؟ والله دي قضايا عندي. الممرضة تقول لك قعدت اكلمه، قعدت اكلمه، قافل الموبايل. طب هتجيبه منين؟ والست ماتت. ما قبل، بص انا بكلمك من ناحيه قانونيه بس، ارجع اعرف انك انت بقى هتتحاسب. انت كده موت، انت لا قتلت، كده قتلت. الاهمال عندنا يعتبر قتل، ما فيش حاجه اسمها غير ما تراضي بقى بالحاجات الدينيه، دي موضوع تاني. طب خلي بالك بقى من الشهادات الطبيه، انت لا يحق لك انك تكتب ميديكال سيرتيفيكت غير بما يرضي الله. بما معنى ايه؟ اوعى تكتب شهادة طبية ان ده مختل عقليا ويكون هو قاتل قتيل في الناحية التانية. هو اخذ الشهادة دي عشان يروح يقتل مراته، هو اخذ الشهادة دي عشان تروح تعمل بيها حاجة، تخبي على نفسها بحاجة مصيبة عملتها. فاكرين يا اولاد، انا برضو بحب احكيها لان انا بحترم الاستاذ ده، وغلط غلط يعني، يقولوا ايه، طريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة. فهو كان مش كده، طريق النار مفروش بالنوايا الحسنة، صح؟ هو فعلا مفروش بالنوايا الحسنة. الأستاذ ده أنا بحترمه، بحترمه أنا ولادي ما بيعيوا، أستاذ جلدية، وأنا بحترمه علما وأخلاقا. وإيه اللي حصل؟ إن صديقة العيلة كانت ممثلة فنانة اسمها وفاء مكي، معرفش تفتكروها ولا لأ، وقعدت في السجن على فكرة، يعني الحمد لله زعفانة، يعني ربنا يهديها. كانت هي ووالدتها بيطفوا سجاير في الخدمات بتوعها، لو تسمعوا على القصة دي. اللي حصل ايه؟ هي كلمت الأستاذ المحترم ده وقالت له اديني شهادة بإن عندهم جرب ولا عندهم مرض جلدي بيعمل الألسرز بتاعت السيجارت بيرنز دي. ليه؟ قالت له ما أنت عارف ماما ست كبيرة وبيشتموها، فبتقوم ده ضربهم بالمعلقة السخنة. قال لي في التأليف، وهو ما يعرفش السجل، يعني هو كلامه كان صادق، يعني هو وحيجي أهلها من الصعيد هيذبحوا أمي، يعني هو عايز يمنع هارم. هو بيقولك أنا كنت بمنع أكل، صورت لي الدنيا إنهم وفعلا أهل البنات جايين وهيقتلوا، ده تعذبوا بالنار، ده تعذبوا. فممكن تقول إن دي لا مش تعذيب بالنار وتكذب قدامنا. هو عمل كده، إدى ميديكال سيرتيفيكت. كانت النتيجة إيه؟ عيادته اتقفلت سنتين، اتقفلت سنتين. فدي كانت كارثة لي، ان استاذ عظيم زي ده يتهم بانه مشارك في فساد زي ده، او مشارك في حاجة غلط زي دي، وانه يتخرب بيته. فالميديكال سيرتيفيكت لما تيجي تعملها، اعملها بما يرضي الله. الحاجة اللي انت شايفها اكتبها، الحاجة اللي انت شايفها ما تكتبهاش. خلي بالك من التسنين، هيجي لك وانت قاعد في الوحدات الصحية اللي يجيبوا لك بنت كبيره كده ويقول لك دي اسمها كذا وهنجوزها سننها. طبعا منتشره، طبعا بيتجوزون من 10 سنين و9 سنين و11 سنه. فانت لا، في سن للزواج. فانت عشان تامن نفسك بتاخد صوره البنت اللي جت وبتاخد بصمتها عشان تقول انا سننتها فعلا وطلعت 21 سنه، بس انا اخد حاجتين، الصوره والبصمه، عشان يوم ما تيجي تتاخد. اصل انت عارف هتتاخد بايه؟ هيقولك الدكتور اخد رشوه وسنن كده، الدكتور فاسد هو كمان. زي بالظبط حالات الوفيات، انا يمكن هقولها لكم في التوكسيكولوجي، اي حاله ما تعجبكش اوعى اوعى تكتب ولا تشخص الوفاه والدس سيرتيفيكت، دي مهمه جدا. شهاده الوفاه دي توديك في داهيه، مجاز مقتول. لو شكيت بس 1% عليك طبعا التبليغ. حالات الانتحار لازم تبلغ، حالات السموم يمكن هنتكلم في السموم اكتر، بس حالات السموم طبعا لازم يتبلغ. خلاصه الكلام ان الميديكال سيرتيفيكت اوعى تقول الفولس داتا، اوعى تقول اي حاجه غلط، لان بتودي في داهيه الشهادات الطبيه اللي عليها حضرتك امضتك. يعني في دكاتره صغننين كده، خلي بالك من حاجه برضو عايز اعلمها لك، اوعى استاذ يكلمك ويقول لك اكتب كذا وامضي. في حاجات تقيله هتوديك في داهيه، المحكمه بتاخد الفايلات دي في الاخر ويشوفوا امضه مين، يلاقوا امضه سعادتك. طب افرض قال لك امضي بالنيابه عني، انا معلمه اولادي كده، يعني انا اولادي اللي تحت ايدي رئيسه القسم انا اهو،
عشان أأمنهم برضو وبما يرضي الله. أنا اللي قايله لهم قدام ربنا، ممكن الشيطان ساعة المحكمة أقول لا مش أمضيش، أنا هخاف بقى. فمعلمهم كده من الأول عن بعد التبليغ وعن دكتورة شيرين أنا مضيت عنها، يعني كتب اسمي، فأنت تقول عن فلان الفلاني أنا مضيت عنه نبلغ. هيبقى الخلاف بقى إيه هنا؟ هو قال لك ولا ما قال لكش؟ القاضي طبعا بيقتنع بالصغير، الصغير مش هيكذب، الصغير هيقول عن كذا. طب أنا كاتب إن هو بلغني وأنا كاتب تحت اسمه إن أنا كتبت بالنيابة عنه إن هو وكيله، يعني إنك أنت موكلك وانت كاتب، لكن انت ما مضيتش مكانه. اوعى تمضي مكان حد اللي يقولك امضي مكاني. ما تقلقش ما تقلقش، لا وقت الجد بيجيبوا التزييف والتزوير مش امضته، ده امضتك انت يا بيه، ادخل بقى فيها واشربها. وساعتها الرئيس بتاعك يقولك ما عرفكش، هيقوم لك محامي وهيصرف على اهلك، لكن ما عرفكش. وقت النيابة ما حدش بيعرف حد، الاخ بيبيع اخوه، فانت عشان كده امشي ليجل، ما تمضيش حتى لو استاذك وحتتعرف انك، اما ينتشر في الاسم كله ان احنا ماشيين صح وان احنا ماشيين بالقانون، دي حاجه انا شايفاها انها ما تزعلش ابدا. انت بتامن نفسك، انت شايف اهو موضوع بتاع الزقازيق والولد الولد اللي اتاخد ده ولسه نايب بعد 6 شهور، معلش باوامر من اساتذته، بس اللي في الاخر اتاخد مين؟ هو الولد الصغير النايب. فما فيش حاجة. بص بقى يا سيدي، احنا اتفقنا ان الاسرار اوعى تفشي اسرار مرضاك، ما عدا في بعض الاحيان. امتى؟ لو العيان طلب منك تفشي اسراره، يعني يقولك هات لي ميديكال سيرتيفيكت، قول لشغلي ان انا عندي كذا، انا عايز اخد اجازة مرضية، هو تحت طلبه request of the patient او for the sake of patient. عشان العيان، افرض عيان جاي معاه عمه، انا ماليش دعوه جاي مع مين، بس انا لازم اقول العيان منتلي واحد مش طبيعي، لازم اقول لاهله ده عنده كذا. افرض العيان ولد صغير، لازم اقول لاهله عنده كذا، دي ما اسمهاش افشاء اسرار، يبقى انت لازم تعرف اهله. افرض طلبت في المحكمه انك تحكي ايه اللي حصل، انسى بقى شغل الافلام، انا حالف قسم الطبيب وما اقدرش افشي اسرار العيان، واحنا اتفقنا ما نفشيش اسرار العيان، لا ده انت هتروح في داهيه كده. ليه بيحصل ايه؟ بنت مثلا عامله ابورشن في حته وحصل لها بليدنج في العياده، يقوم الدكتور نقلها لك المستشفى، انت تيجي تشتغل تو سيف هير لايف، يجي في الاخر تموت، مين اللي هيتاخد؟ حضرتك. انت تيجي قدام القاضي، لا انا حالف ما اقدرش اقول البنت كانت ايه ده، اهلها يموتوا فيها، اطلب جلسه سريه، لان انت هتروح في داهيه، انت هيتقال انك انت اللي عملتها الابورشن. في حاجة انتشرت الايام دي طبعا انا مش موافقة عليها وربنا ما يرضاش عليها، لو واحدة جاية متبهدلة من مستشفى تانية، متبهدلة ومحصول لها انجرس ومبهدلينها، اما بتتنقل في ناحية تانية كل الاطباء يقولك لا ما اشتغلتش فيها، ما اشتغلتش فيها، دي مش دي ده مبهدلينها، يا عم دي روح هتموت، الحقها وبعدين نبقى نتكلم. ان شاء الله الطب الشرعي هيقول مين اللي مبهدلها من الاول، الطب الشرعي بيوصل دلوقتي الولاد كلها الاساتذه والاساتذه المساعدين يقول لك لا ما اشتغلش في حاله اشتغل فيها وبهدلها قبليها، طب ما دي روح دي هتموت، ويسيبوها لغايه ما تموت فعلا. يقوموا عاملين ايه؟ ما فيش سراير، ما فيش سراير في المستشفيات، انقلها وهي جايه من الاسماعيليه. فالحاجات دي يا دكاتره اشتغل بالنيه الحسنه فعلا، هي ممكن تموت في ايدك، بس انت عملت بما يرضي الله بالتعليم اللي انت اتعلمته بتلحقها، لكن لما كلنا نخاف هي هتروح فين؟ يعني انا نفسي افهم هي هتروح فين لما كل واحد يقول لك لا ما اشتغلش في حاله عكوا فيها قبل كده، قصدي معكوك فيها قبل كده، يعني ايه؟ هنروح للمهندس هو اللي اشتغل في الحاله؟ لا. فدي طبعا يعني لوجه الله ما يعلش بقى، والعلم والقانون بيقول لك اشتغل فيها وربنا هيجيب لك حقك، الملحوق برضو بالعلم، يعني الطب الشرعي برضو بيطلع ان دول انها مين اللي عمل فيها العمليه من اساسه، تمام؟ طيب خلي بالك برضو الكونفيدنشاليتي في ايه؟ عندنا مثلا سواقين الجامعه، سواقين الجامعه بنعمل لهم تحليل مخدرات، سواقين المدارس بنعمل لهم تحليل مخدرات، انا لو لقيت واحد مدمن انا بروح افشي سره، لازم تقولي، امال يعني يموت العيال ولا يساعد عيال الجامعه ان يجوم؟ السواقين بيدوا لعيال الجامعه الحشيش، هم اللي بيدوهم بيبيعوا لهم، فانا من حقي ان انا ما اعرف ان واحد
باص درايفر ولا واحد في مهنة مهمة وان عنده مثلا ناركولابسي مثلا بينام. يعني انت لو شفت ان واحد من حقك انك تبلغ عنه لان ده ايه، انت بتمنع اذى هيحصل. انت يعني في ناس يقول لك هم بتوع الامراض النفسيه، افرض جالك واحد وقال لك انا قتلت، تبلغ عنه؟ انا اغتصبت واحد، تبلغ عنه؟ لا. انت تبلغ لو جه قال لك هروح اقتل، تو بريفنت هارم هيحصل. تبلغ لو لقيتهم، معلش لو مسكوا واحد وهيتعدم مكانه لكن مش لاقيين القاتل، اسكت بقى اسكت. ما تبلغش عن المريض بتاعك حتى لو قال لك ايه حاجه عملها، اوعى تبلغ عنه حاجه عملها لكن هيعملها، لا اجري وبلغي. في فرق بقى. فعشان كده انا بقولك انت ايه، استفتي قلبك دايما. برضو عندنا حتة ماشيين برولز، بس دايما استفتي قلبك انك انت السيكريسي. قاتل وكل حاجة، بس مش من حقك، مش من حقك تبلغي عنه. اما يكون ايه، مش من حقك تبلغي عنه غير لو في واحد تاني مكانه هيحصل له مصيبة. لكن لو جه بيحكي لك، اصل هو كمان بيحكي لك ايه، انا قتلت. وطبعا معظم الامراض النفسية احيانا بيبقى فيها هالوسينيشن عالي، تمام؟ فما بيحكلكيش ديتيل زي ما انت متخيله، بتبقي عارفه القاتل ومش فيلم عربي يعني، لا. لكن لو قال لك هقتل ابويا وانا مصمم، وانت بتعالجيه وشايفانه مصمم، لا لازم تبلغي الاب. يعني ده البدايه طبعا، ما بتبلغيش الشرطه برضه. يعني احنا برضه خلي بالك، المدمن مريض، ما تبلغش عن المدمن. المدمن مريض، اوعى تبلغ عنه، اوعى، غير لو مات طبعا. لو مات ده خلاص بقى بنبلغ ان هو ميت من ايه، موت مش طبيعي. لكن يجي واحد، عشان كده الولاد الشباب لازم نفهمهم، انت لو اللي بيحصل ايه، بيبقى اربع عيال، اربع شباب لسه في الليل، اربع شباب، وواد يحصل له حاجه بيخاف ويكون مات، يقوموا رامينه في الصحراء يكمل موت بقى براحته. هما لو عندهم علم ان لو جم مركز السموم ومراكز الادمان انهم مش هيبلغ، هما بيخافوا يتبلغ عنه. احنا ما بنبلغش عن المدمنين لان دول مرضى فعلا، المدمن مريض. فعشان كده لازم انت يبقى عندك برضو الكاتيجوري دي، الحته دي في مخك، انك انت بتعالج مين وتبلغ عن مين وما تبلغش عن مين. لكن الكونفيدنشاليتي برضو ستيل، ان احنا بنقول ايه، دي موجوده في اي تخصص ما عدا بعض الاحيان اللي هي هيحصل فيها اذى للمجتمع او هيحصل فيها اذى ليك او اذى للشخص. خلي بالك بقى، يمكن انا خلصت لك الى حد ما علاقتك بالعيان، علاقه واحد لازم يبقى فيها سيمباثي، لازم تقابله بالحاجات دي. في ناس يقول لك مش هتعرفي تعلميها، لا احنا بتزن عليك انك ما تقابل عيان، تقابله ازاي وبابتسامه ازاي. تصدق وتامن بالله ان معظم العيانين يدخل على الدكتور يقول لك ده انا خفيت اما شفت وشه. تسمع الكلمه دي كتير قوي وانت مش فاهم يعني ايه خفيت اما شفت وشه. فعلا 50% و60% و70% من العلاج هي الحاله النفسيه، انك ترفع الاميونيتي بتاعته بالتفاؤل وبالاستقبال، وتحسسه ان انت الدكتور بتاعه. يعني هو يقولك انا بحس ان انا مفيش عينين غيري، بيديني كل الايموشنز للعيان. وسبحان الله، بص انت لو حبيت العيان، العيان هيحبك، هيجيب لك 50 لو انت بتبص النظره فاينانشال، لو انت بتبص النظره ماديه، فهي ماشيه مع النظره الايموشنال وماشيه مع النظره الماديه. دي برضو ذكاء منك، هيجيب لك 50 واحد يقول لك ده كفايه. حتى لو غلط، صدق وتامن بالله، حتى لو غلط هو مش هيرفع عليك دعوه، هيقول ده كفايه اخلاقه، ده كفايه استقباله، ده كفايه. يعني الاخلاق قبل العلم يا اولاد في التعامل مع العيان. تعالى بقى التعامل مع صاحبك، الفضيحه السودة، اما يجي لك زميلك وتاخد منه الكشف، دي فضيحه. ويا سلام اما يكلمك بالانجلش وميديكال تيرمز وانت مستعبط ولا بتفكر تقول له انت دكتور، يعني عرف الكلام ده منين؟ واحد قاعد يقول لك اسوفيجس وانتستن، يعني مهندس مثلا. طبعا ما تتعلمش حتى لو شفت من اساتذتك كده،
ما ينفعش اخد فيز من صديقي. يعني ايه صديقي؟ زميلي. يعني ايه زميلي؟ يعني طبيب. ومش عايزه اقول لك المفروض لو انت راقي قوي يعني كل المهن الطبيه المفروض ما تاخدش منها. يعني انا بقى هفلس بقى كده؟ لا لا ابدا. والله والله الرزق هيجي لك اضعاف مضاعفه. انت مش هتتغري بالروشته بتاعت ولا بالفيزيتا بتاعت صديقك ده. وخلي بالك مش هو بس الفيرست ديجري جاي مع ابوه او امه او مراته او ولاده، لكن جاي مع بنت عمته. لا خد من بنت عمته، ملناش دعوه بقى الدرجه الثانيه، الدرجه الاولى فقط. يعني جاي مع ابوه ما خدش من ابوه، جاي مع اخته ما خدش من اخته، عيب قوي. بس خلي بالك بقى انت تاخد حق الماتيريالز اللي بتشتغل بيها. يعني انا كانت ايديا لسه مكسوره، زميلي واحد محترم طبعا، ما في انا رحت لكده ورحت لكده برضو. انا مش بحكي لكم، انت هتشوف المحترم وهتشوف الغير محترم. ده غير محترم اللي بياخد منك وما يرجع لكش الفلوس. المحترم ما خدش مني بس قال لي ايه، هاخد حق الجبس بس، هاخد حق الحاجة اللي أنا بركبها لك. ما مش هيبقى أنت مش هتدفع حق الماتيريالز، ما أنت هتفلس كده، أنت هتدخل بيتك بقى في آخر اليوم مش شايل حاجة. لا، فلازم أبقى عارفة آخد إيه. بتوع التجميل مثلا، بتوع الجلدية مثلا، بتوع الجلدية لسه دكتورة بتقول لي هاخد إيه، قلت لها ما تاخديش كشف بس، انت هتشتغلي مش عارفه بوتوكس وهتحقني الماتيريال، ما انت يا بنتي جايباها بفلوس يبقى لازم تاخدي فلوسها. فاهمين يا ولاد؟ طب حته الدايكوتومي دي ممنوعه برضو. مفيش حاجه اسمها هبعت لك العيانين ونص ونصص، هقول له مش عارفه الشست مش مظبوط وروح لدكتور فلان ونصص. على فكره انا ما بثقش غير في معمل دكتوره شيرين. اول ما تقول الكلمه دي حتى لو انت نواياك حسنه العيان بيفهم. اوعى تفتكر هو العيان عنده جهل ومرض وفقر بس عنده ذكاء. العيان المصري ذكي جدا، يجي يقول لك طبعا ده تلاقي معمله ولا معمل مراته ولا معمل. فانت ما تعرضش نفسك لكده. وما فيش حاجه اسمها ما بثقش غير في المعمل الفلاني. باماره ايه؟ اديني اماره. ايه البيزد الافيدنس بيز ميديسن انك ما بتثقش غير في المعمل الفلاني؟ لا، انت بتدي كميه معامل محترمه بتشتغل كويس بس كميه كتير، لكن مش بثقش في مصر غير في معمل ده. لا ليه يعني؟ انا ما بثقش غير في صيدليه فلان. هي دي يعني؟ طبعا ما ينفعش برضو تذكر الناس اللي هي ايه قاعده فوق الصيدليات وبتباصي للصيدليه اللي تحت. طبعا دي من الحاجات اللي ما ينفعش خالص. ايه ده، وانا دخلت على المحاضرة الثانية ولا ايه؟ خلاص؟ طب لا لا ما ينفعش حتة الكريتيسيزم يا اولاد اللي هي انا حجري برضه، حجري في التوكسيكولوجي ولا ايه؟ ما تنقدش زميلك، عيب قوي انك تنقد واحد زميلك، ما انتش العلامة في مصر، ما انتش العلامة. احنا ماشيين بالبركة. يعني ايه ببركة ربك؟ يعني لو عيانين بيجوا لك يبقى ربنا اللي، ما تفتكرش بعلمك، احنا مش بحاجه خالص. ربنا جعلك متعلم وجعلك طبيب، بس في الاخر ربنا قادر يشيل ويحط منك. فانت ما تعملش كريتيسيزم للدكتور زميلك. يعني في انا بروح لزم، يا نهار اسود يا نهار اسود، مين اللي كاتب لك الروشته دي؟ ده كان هيضيعك، ده كان هيموتك. ويا سلام بقى لو امي قاعده، يا خرابي منه لله حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. وتشتغل يا ابني بالراحه. انت شايف علاج غلط ما تخليش العيان يقوم على زميلك. انت في اسلوب، الاسلوب بيبقى ايه؟ ده هايل، علاج هايل بس واضح انه ما مشيش مع حضرتك. نجرب العلاج بتاعي ان شاء الله يمشي مع حضرتك حتى يحترمك، يقول ده ما بينقدش زميل. ما يروحش بقى، ها ده في دكاتره بتضرب في دكاتره بتطلع الغلطات الطبيه. روح قول في النقابه انه عمل لك كذا وعمل لك كذا وعمل لك. بيجي ابص الاقي العيان جاي بيكلمني حاجات طبيه، عرفها منين؟ عرفها من دكتور بيضرب في دكتور، قصهم في نفس الشارع وده مقطع على ده. انت عارف يا ابني البقالتين بيبقوا جنب بعض وربنا بيرزق الاثنين. فالعمليه مش عمليه منافسه انك تنقد زميلك. فنقد الزمايل دي طبعا يعني خالص اوعى تتكلم على زميلك، حتى لو شفت انه جاهل، حتى لو شفت انه نصاب، لا مالكش دعوه بيه وخلاص. لكن النقد والحاجات دي لا، احنا بنرفضها تماما. يعني عايزه طبعا في حاجات كتير انا في المحاضره دي عايزه بس
انا هدخل على التوكسيكولوجي، بس عايزه اطمنك الاخطاء المهنيه. الاخطاء المهنيه يمكن دكتور اسامه عبد الحي هيتكلم فيها كتير، بس عايزه اطمنك الاخطاء المهنيه مش سهله قوي، يعني ان القاضي يحكم عليك غير ما تبقى عامل مصيبه. عامل مصيبه يعني ايه؟ ضارب، عامل انجري، عامل حاجه غلط. فالحاجه اللي انت مش متمرس بيها او مش متعلمها كويس، حاول اهدى شويه، ما تدخلش بقلب. بلاش حته كمان الديفنسيف ميديسن، الدفاعي. في عندنا حاجه ظهرت جديد، ديفنسيف ميديسن، طب دفاعي. يعني ايه؟ في بوزيتيف ديفنسيف ميديسن وفي نيجاتيف ديفنسيف ميديسن، والاثنين ألعن من بعض. البوزيتيف ديفنسيف ميديسن اللي هو انت خايف وقلقان، فبتحمل العيان هتعمل ام ار اي وكات سكان، وهتعمل لي سونار، وهتعمل لي تحاليل، عايز ليفر فانكشن، وعايز رينال فانكشن، وعايز اي سي جي، وعايز. يا ابني بالراحه، مفيش فلوس. افتكر انت بتتعامل مع العيانين، مفيش. الطبقه المتوسطه ما عندهاش الماني دي كلها. فعمليه انك بتامن نفسك انك تطلب بوزيتيف ميديسن، تطلب حاجات كتير بالراحه، اهدى. والدكتور الشاطر ما بيطلبش انفستيجيشنز كتير، بيطلب تو ذا بوينت واقل التكاليف، ويختار ادويه اقل التكاليف. انا عندي دواء كورتيزون بخمسة جنيه وعندي بمية جنيه، استخدم الخمسة جنيه. الرحمه بالمريض المصري في الفلوس. فدي اسمها بوزيتيف ديفنسيف، بتدافع عن نفسك بانك بتطلب كل حاجه وتامن نفسك. النيجاتيف ديفنسيف ميديسن لا، بترفض العيان خالص. زي ما بقول لكم، يجي دكاتره احنا عندنا مثلا في السموم، اول ما يشوفوا راجل كبير عجوز، لا لا مش هنشتغله، ده ملناش دعوه بيه، عشان الراجل الكبير متوقع انه يموت بسرعه مهما ما عملت له حاجه في التوكسيكولوجي. الطفل، لا 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 ده طفل متوقع انه يموت، لا انا مش هشتغل فيه، انا خايف. فحته انك بتشتغل في الطب وتخاف وتشتغل بالمنطق الدفاعي، ده طبعا مرفوض. اللي هو انتشر، طبعا مش انتشر بره بس انتشر في مصر. عمليه انك خايف من القضايا وخايف، لا 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 مفيش حته الخوف وانت بتشتغل طالما انت متمرن عليها واخد شهاده فيها. عايزه اقول لكم بقى على التدليس واللي بيحصل. طبعا انا هعدي الحته بتاعه المال براكتس دي، ان المال براكتس دي موال طبعا والمسؤوليه الطبيه، زي ما قلت لكم يمكن هيبقى في محاضره عن المسؤوليه الطبيه بالتفصيل يعني، والقوانين والحاجات دي. unsuccessful treatment or operations او complications، دي مش معناها انك اخطات. يعني انت عالجت وهو ما خفش، ده مش خطا. انت عملت العمليه وهو ما خفش، اتفقنا انت عليك الاداء والرحمن عليه الشفاء، بس انت عليك بتأدي وماشي على طريق الجايد لاينز اللي انت زي الكتاب ما بيقول 1 2 3، في الاخر ما خفش، دي مش قضيتك خالص، ولا بننتظر منك السكسسفل تريتمنت دي. ده كل ده طبعا زي ما انا قلت لكم بايه، بامر الله. في حاجه بقى في حته اليوفط اللي انتوا بتحطوها. الناس اللي بتحط اليوفط طبعا عيب قوي، التدليس وعيب كبير، اطباء الامتياز عملاق العناية المركزة عملاق التخدير، الحاجات دي أولادنا عمرنا ما تدربنا عليها ولا تعودنا عليها، وعيب حتى. ما فيش لا كبير ولا عملاق ولا الولادة القيصرية بدون دم وبدون ألم وبعد كده بدون حمل يعني أنا ما أعرفش بتجيبوا منين. يعني بتبص تلاقي العيال الصغيرة دي طالعة بحاجات. طبعا كل ده انا بعالج بالاعشاب، على فكره انا بحب الاعشاب جدا وبحب الطب النبوي طبعا والادعيه. انا معرفه اولادي كده، احنا بناخد الدواء بس لازم نقول 7 مرات الادعيه اللي بنحط ايدينا والادعيه بتاعتنا، ولازم ناخد العسل ابو، لازم ناخد بس مع الادويه بارل بارل. لكن ما اجيش افتي كده واقول الفيروس دي هيخف بالاوزون، هترجعي 20 سنة لو شربتي البابونج وشربتي مفيش الكلام ده يا ولاد. مش عارفة هنشيل منك السموم لو شربتي النعناع والخل. هتخسي لو اخدتي مش عارفة، هتخسي اقفلي بقك بس. لكن مفيش حاجة اسمها تخسي بالكروميوم وتخسي عارفة لو دواء خسسك يبقى ده امفيتامين مخدرات. والله والله لو في دواء بيخسسك بحلف لك انه داخل فيه مخدرات، اللي بيعمل ديبريشن وبعد كده هيعمل سويسايدال اتاكس لو استمرتي عليها. مفيش دواء في السوق بيخسس خالص غير الامفيتامينز اللي هي ممنوعه، اللي ممكن صيدلي وهيبقى غالي عشان تبقي عارفه لانه بيجيبها من بره. ما تبيعيش ادويه في عيادتك،
عيادتك مش صيدلية زي ما احنا بنطالب الصيادلة ما تعالجش العيانين. انا برضو بقولك لكن النظام ايه، انا مش هتعرفي تشتري. اللي بيعملوا IVF، اللي بيعملوا الاطفال الانابيب، يقولك لازم تاخدي من عندي الادوية، لازم تاخدي من عندي. ايه النصب ده؟ لازم تاخدي من عندي. وبعدين اللي بتاخد من عندك الادوية، الادوية دي احنا حللناها، الادوية دي موجودة في السوق بره بيبيعها لها ب5000 وهي بره ما تجيبش 500 جنيه. ايه السرقة دي؟ وفي الاخر اسامي، وفي الاخر بس والله ما فيها بركة. اقعد مع الناس دي، ربنا بيضربهم في حتة تانية كتير جدا. اوعى تفتكر الاسم، وعندي 5 مستشفى، وعندي هتلاقي حزين ومتنين عشان الست مستشفى هيتقبض عليه فيها، ولا هيتعمل عليها، ولا عليها اقساط. ربنا مش هي برضو مش بالكترة، المهم الراحة البال والراحة النفسية. فالناس اللي بتعمل كده واسامي ومعروفة، فدي مش دي اللي هتحل عليهم البركة. انا بصوا انا مش عايزة ازود بقى في بس انا بحب المحاضرة دي بصراحة. فحقلب توكسيكولوجي بقى، مش كده معايا وقت التوكسيكولوجي مش كده؟ حقلب لكم بقى المحاضرة الثانية. انا نفسي والله اتكلم اكتر يعني، بس ما علينا عشان نزعينا.